السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الخميس 22 من شهر أكتوبر 2020 عندنا ثلاث مواضيع هذا المساء مهمة أريد أن أتكلم معكم فيها كتكملة للأخبار التي نشرتها لكم أصدقائي اليوم ظهرا في استراحة الغداء. الثلاث مواضيع التي سوف نتكلم فيها هو قرار الدنمارك بمنع دخول السياح الألمان، سنتكلم أيضا على إجراءات سوف تكون في مدينة برلين، مهم لسكان مدينة برلين يوم السبت والأحد كي يعرفونها، وفي آخر الفيديو سوف نتكلم على مطلب لوزير الداخلية لمقاطعة ساكسن فتح النقاش من أجل ترحيل اللاجئين السوريين الذين يقومون ببعض الجرائم في ألمانيا. سوف نناقش هذا الأمر وسوف أقول لكم رأيي في هذه المسألة ولماذا لا يجب علينا أن نضع كل السوريين أو كل الأجانب في سلة واحدة، لأن كل شخص يعمل عملا سيئا يمثل نفسه ولا يمثل الشعوب الكريمة الشعوب الطيبة. سوف نبدأ بسرعة بالخبر الأول. أصدقائي، أعلنت الدنمارك عن منع دخول السياح الألمان بداية من يوم السبت. السبب هو ارتفاع حالات كورونا في ألمانيا بشكل كبير، لذلك تقول الدنمارك بداية من يوم السبت سوف تشدد الحراسة على الحدود بين ألمانيا والدنمارك ولن تسمح للسياح الألمان أو الناس الذين يعيشون في ألمانيا بالدخول إلى الدنمارك إذا لم يكن عندهم سبب مقنع. أصدقائي، سوف يعملون رغم ذلك سوف يعملون استثناءات، سوف يسمحون بدخول السياح الألمان أو الذين الناس التي تعيش في ألمانيا، سيسمحون لهم بدخول إلى الدنمارك فقط إذا عندهم عائلة في الدنمارك أو إذا عندهم عمل في الدنمارك أو سكان مقاطعة شليسفيك هولشتاين، سوف يتم أيضا السماح لهم بالدخول إلى الدنمارك. باقي الناس لن يسمح لهم بالدخول إلى الدنمارك إلى أن تخف نسبة كورونا. أصدقائي، الآن سوف نمر إلى موضوع الثاني الذي يهم سكان مدينة برلين. يوم السبت والأحد سوف تلاحظون عدد كبير من الشرطة في الشوارع. برلين تعتبر من المدن الألمانية التي ترتفع فيها الحالات بشكل كبير. سلطات مدينة برلين لم تعد باستطاعتها السيطرة على الوضع، لذلك طلبت مدينة برلين من الحكومة الاتحادية، يعني وزير الداخلية لحكومة مقاطعة برلين تكلم مع وزير الداخلية للحكومة الاتحادية السيد زيهوفا وطلب منه المساعدة. زيهوفا سوف يرسل 500 من الشرطة الاتحادية، سوف يساعدون 500 من شرطة المقاطعة، بذلك سوف يكون يوم السبت والأحد 1000 من الشرطة في الشوارع يراقبون هل الناس يحترمون قوانين كورونا، لبس الكمامة، التباعد وعدم اللقاءات إلى آخره، ومن لا يحترم القوانين سوف يتم تغريمه. هذه أول مرة سوف يكون هذا العدد الكبير من الشرطة في الشوارع في مدينة برلين السبت والأحد. يرغبون كتكون هذه مرحلة أولى أو تجربة أولى من أجل السيطرة على الوضع في برلين. الآن سوف ننتقل إلى الموضوع الثاني الذي يهم إخوتي السوريين الكرام. تحية إلى كل إخوتي السوريين وتحية إلى كل الإخوة وكل الأحبة من جميع الجنسيات الأعراق، كلنا واحد، وأيضا الديانات، كلنا إخوة، كلنا واحد. المهم أصدقائي، أخبرتكم يوم أمس بالاعتقال الذي قامت به سلطات مدينة دريسدن التي توجد بمقاطعة ساكسن شرق ألمانيا. تم اعتقال شاب عنده 20 سنة، تقول الصحافة الألمانية والشرطة الألمانية بأنه سوري. هذا الشاب يقولون بأنه قام بعمل إرهابي، عمل إجرامي كبير جدا. كان الأمر يوم الخامس 5 من شهر 10 2020.
عندما قام في ذاك الوقت بطعن سائحين بريئين، سائحين مواطنين ألمانيين كانا يتواجدان في مدينة دريسدن، هو واحد فيهم من مدينة كريفلد بمقاطعة شمال الراين فيستفالن، والآخر من مدينة كولن بمقاطعة شمال الراين فيستفالن. ذهب إلى دريسدن من أجل عمل السياحة. جاء هذا الشخص وطعنهم أصدقائي. توفي واحد منهم اللي عنده 55 سنة من كريفلد، تعازينا إلى أسرته. والسائح الثاني 53 سنة من كولن جرح جروحا خطيرة. بحثوا على هذا الشخص ويوم أمس ألقوا عليه القبض. يقولون بأنه متشبع بأفكار داعشية ومتشبع بأفكار عنصرية. هو عنده 20 سنة، يقولون من سوريا، يعيش في ألمانيا منذ 2015، وعنده دولدونغ رفض، ولأنه لا يستطيعون ترحيله. لماذا عنده دولدونغ؟ لأنه سبق له أن ارتكب جرما فيما قبل، أيضا جرم له علاقة بالكراهية والأفكار الداعشية، وجلس في السجن 3 سنوات ونصف. عندما خرج من السجن قام بفعلته الجبانة هذه. لكن أصدقائي، هذا الشخص يمثل نفسه فقط ولا يمثل الشعب السوري الكريم، الشعب السوري الطيب، ولا يعني أي واحد من أي جنسية كان. عندما يعمل عمل سيء فهو يمثل نفسه فقط، ولا يجب أن نعمم. ونتمنى أيضا بأن بعض الصحف في ألمانيا أن لا تعمم، ولأن بعض الأحزاب العنصرية يستغلون الآن هذا الأمر من أجل نشر الكراهية ضد اللاجئين السوريين أو ضد الأجانب عموما. أصدقائي، المهم أصدقائي، هذا اليوم وزير داخلية مقاطعة زاكسن طلب وقال يجب أن نبدأ بترحيل السوريين الذين يعملون مشاكل ويعملون الإجرام، ولا يجب أن نحميهم، لأنهم أصلا بعض الناس يأتون عندنا إلى ألمانيا يرتكبون جرائم ولا نستطيع ترحيلهم. إذن طالب وقال لا يجب أن نبقي الوضع على هذا الأمر. كل من يرتكب جرائم، كل من يهدد أمن ألمانيا وسلامة ألمانيا وسكان ألمانيا يجب أن يرحل. نعرف بأن ألمانيا لا ترحل إلى سوريا، يوجد منع ترحيل، منع الترحيل الآن يوجد إلى نهاية السنة، يعني إلى آخر شهر 12. في بداية في بعض يعني تقريبا شي 4 أو 5 أسابيع، في شهر ديسمبر تقريبا الشهر الثاني عشر سوف يجتمعون مجددا من أجل تحديد الأمر وتقييم الوضع في سوريا. أصدقائي، المهم أصدقائي، ما أريد قوله هو أنه لا يجب علينا أن نضع كل الناس في سلة واحدة. إذا شخص عمل عملا سيئا فهو يمثل نفسه ولا يمثل شعبا كاملا. الحمد لله أغلب السوريين ولله الحمد ناس طيبة، ناس جات إلى ألمانيا كي تعيش حياة كريمة. أيضا يعني كثير من الناس وكثير من السوريين قاموا هذه السنة بأعمال بطولية، قاموا بأعمال جميلة. هناك سوري الحمد لله كان قد أنقذ شرطية ألمانية من الاغتصاب، هناك سوري قام بكذا بأمور جيدة، يعني هؤلاء الناس نفتخر بهم ولله الحمد. لكن فقط 1 أو 100 يقومون بأعمال بطولية. ننسى كل هذه الأعمال البطولية. عندما يقوم شخص واحد بعمل سيء هذا أمر لا نتمنى من بعض الصحف الألمانية أن يعني لا تزيد الطين بلة ولا تصب البنزين في النار. المهم أصدقائي، كلنا واحد وكلنا إخوة. كثير من الناس ولله الحمد من المغرب، من الجزائر، من تونس، من ليبيا، من موريتانيا، من مصر، من الأردن، من فلسطين، من لبنان، من العراق، من سوريا، من اليمن، من إريتريا، من الصومال، من الخليج، كلنا واحد، يقومون بأعمال رائعة، يقومون بأعمال جميلة، يعملون ينشطون الاقتصاد. وفقط ننسى كل هذا الأمر عندما يكون هناك مجرم. لا أحد معصوم من الخطأ، لا يوجد شعب على وجه الأرض معصوم من الخطأ. في كل شعب تجد ولله الحمد الأغلبية الساحقة، ناس طيبة، ناس محترمة، وتوجد دائما 1% دائما قلوبها مليئة بالشر وتعمل الشرور. ننسى كل 99% الناس الطيبة والناس الجيدة، ونمسك فقط في ذاك 1% ونعطيه قيمة كبيرة. هذا هو ما أريد أن أقول.
هذا الشخص اللي عنده 20 سنة قام بعمل إجرامي كبير، عمل بشع، عمل إرهابي، نتمنى له أقصى عقوبة، لكن الشعب السوري بريء من هذا الشخص، لأنه كثير من السوريين ولله الحمد وأغلبهم ناس طيبة محترمة، مثلهم مثل أي شعب آخر، في كل شعب يوجد الجيد ويوجد السيء. تحية إلى كل الإخوة في مشارق الأرض ومغاربها، كلنا واحد وكلنا إخوة، ونتمنى السلامة للجميع وأن يعم الأمن والسلام في هذا البلد الجميل. نريد فقط الخير لألمانيا أصدقائي، والخير لجميع الدول، فكلنا واحد، ولا يجب يعني استغلال مثل هذه الأمور من أجل تشويه صورة شعب لا ذنب له فيما قام به هذا الشخص. هذا ما أريد أن أقوله إخوتي أخواتي، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.